صباح الخير. اليوم خرجنا من البيت عشان بس اقول لكم في البيت يا جماعه بصراحه نحن انتهينا. سوري معليش، كل الناس تسال وينكم وين مختفين يا جماعه. البيت ما اخذ مننا مو كل وقتنا، حتى ما ننام. تخيلوا ننام 5-6 ساعات، ننام الساعه 3 ونقوم الساعه 9. تخيلوا نشتغل ونشتغل ونشتغل. يعني صارنا في البيت بالضبط 14 يوم، ولكن الحمد لله 99% يا جماعه انجزنا وخلصنا. طبعا مستحيل اميره تسوي لكم البيت الا لما يكمل 100%. يعني باقي بس شيء بسيط، لمسات خفيفه ان شاء الله. يا جماعه هذا الاسبوع راح تشوفوا جوله في بيتنا الجديد، وكمان في مفاجاه هنا في السياره. تتوقعوا ايش هي؟ ايش المفاجاه؟ مو فاهمنا اصلا ايش قاعد نقول. يا جماعه اهلي وصلوا من السفر لسه قبل يومين تقريبا، فرحنا المطار واستقبلناهم اكيد، وايلين سوينا لها مفاجاه. ايلين طبعا كانت عارفه انه اهلي جايين وكانت مستنيه فادي بفارغ الصبر، بس بعدين فادي فاجاه. والحين رح نحط لكم لقطات لما كنا في المطار. ليتس جو. طبعا لاول مره في تاريخنا نوصل بدري الحمد لله، وصلنا نستقبل ناس يعني المطار زي العالم الطبيعيين. ما شاء الله مجهزه هداياها لينا. سو كيوت، ورينا ايش رسمتي. فادي بعتي. ايوه. ومين هذا؟ فادي. هذا فادي. هذا فادي، فادي قطه. ايوه. كم لنا منتظرين؟ يا جماعه صار نص ساعه مستنيين ولسه ما شرفوا اهلي. هذا اول مره نيجي بدري كذا. بما ان عندنا عمال وقاعدين يشتغلوا في البيت، طردونا. هم اللي طردونا، طردونا وما نقدر الصراحه نصور لكم. ما نبغى نوريكم ولا اي زاويه في البيت، لانه التغييرات اللي قاعده تصير يا جماعه تغييرات قويه صراحه. قاعدين نغير في البيت، فان شاء الله راح يطلع شيء حلو. وان شاء الله كذا يا جماعه قلنا بما انه غبنا فتره طويله، عشان كذا قلنا لازم نصور لكم فلوق اليوم عليكم، ونصور لكم اي فلوقكم برا البيت. فقلنا ليش ما نسوي فلوق اللي هو السياره اللي قدامنا، تحدد فطورنا وغدانا وعشانا. مين يفطر الساعه 12 نص الظهر؟ مين فهموني مين؟ هو حلاقي فطور اصلا؟ والله ما ادري يا جماعه. المهم وصلنا الحين ماكدونالدز، حنشوف ايش هياكلوا الناس الساعه 12 ونص الظهر. ها والله في سياره قبلنا. يلا الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. ايش الحظ هذا؟ يلا يلا عبد الرحمن. فادي متحمس؟ ايوه. بليز جيف مي ذا سيم اوردر ذات كار فرونت اوف مي. كوفي اند كوكيز. لا جس جيف مي كم نيكست ويندو. اوكي. واي توس واي ليش قال؟ لا لا صدمنا والله، صدمنا. لا ما ادري اذا سمعته ولا لا، اذا ما سمعته احسن خلاص. يا حرام عليك، هذا حرام عليك، حرام. ليش ما تظبطنا عبد الرحمن؟ ايش رايك نستنى سياره ثانيه؟ لا 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 خلاص هذا اللي طلع لنا. هاي برو، هاو ار يو؟ هلو. سيم اوردر. Same. Yeah, same. But don't tell us what is it. And don't tell me. قاعد يقول لي السعر برا رخيص ترى. لا. How much is it? 7 درهم. 7 درهم. يا جماعة 7 درهم. اوكي ما شاء الله عليه هذا. 7 درهم الناس يبغوا يوفروا لك اليوم. No problem. يا جماعة مستغربين، فتح الشباك يقولوا لي أنت طلبت نفس الطلب السيارة اللي قدامك؟ قلت له أيوه بالظبط. ايش المشكله؟ مستغربين. راحوا لطعونا 5 دقائق. قاعدين 5 دقائق حسوني كانه حيطلعوا لنا كاسه كلها 7 درهم. جا 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 الطلب اميره، جا الطلب. الطلب وصل وصل. وات؟ يس. وات؟ ثانك يو. وات از ذيس؟ ذيس از فور مي. ماما عبد الرحمن ايش هذا؟ هذا ليا ماما. هذه ما يكفي. خلونا ورينا جوتك. طيب دقيقة لحظة. شوف الحجم. خلينا نشوف الكوكيز اللي اوكي مع السلامة. تعالي. بس الكاميرا طار، الكاميرا طار. لا حرام. هذه قضمة، هذه نص البسكوت اكلتها. مع السلامة. عيني على القهوة، أنا عيني على القهوة ما شاء الله. انكبت في السيارة؟ حتى السيارة أكلت الحمد لله. إيلين كيف الكوكيز؟ لذيذ. آخر قطعتين باقية. أوه سو كيوت. قاعد تشق.
شكرا يا مخلوق والله. لا بنت الدلال احسب لك بس والله العظيم يا جماعه الشيء لما يكون كميه صغيره تحس له طعم ثاني. لا نحن جعانين اكيد. طيب ايش رايك نروح مطعم ثاني نفطر؟ لا ممنوع والله جعانين حرام عليك. جعانين انتوا؟ فادي جعان عندي الاطفال. طيب يا جماعه عندنا اطفال فحنعمل استثناء للفطور بس. ايه لازم نروح مطعم ثاني ندور لنا فطور ثاني. طيب يا رب لعله وعسى يطلع لنا شيء. اوكي. تقولي يا لولي؟ والله دي كانت احلى اكل في العالم. اه عجبك الكوكيز على الفطور. اوكي. فطور. طيب يا جماعة وصلنا ستاربكس والحين لقينا أخيرا سيارة صافة قدامنا. احنا منتظرين سيارة 10 دقايق. كل شوية عدوا السيارات بس وين يمشوا من هناك يروحوا هناك فالحين حنشوف هذا ايش طلبته. إن شاء الله ما تكون قهوة عبد الرحمن. لا مش جاي ستاربكس يعني ايش متوقعين يعني أكيد قهوة حتكون. جيت أقسم بالله. لا لا إن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله. لا بسرعة راح والله شكله بسرعة طلب الله يستر. طلبت بنت أميرة بنت. بنت قول لها هلا تقول لنا ايش الطلب. Hello, hello, bro. Hello, hello. How are you? Hi. Good. Give us the order. I hope it's good for us. We're four people. Is it people. Enough for four people? Sorry. Is it enough for four people? That was only one drink. خلاص. Goodbye, goodbye. يلا عبد الرحمن شيشي. لا. بس هذا. بس هذا. هذا هو يا أميرة. في شيء؟ Is it another thing ولا؟ No. Only this. Only this. No. يا الله وش اليوم المنيل ب60 ميلة ده يعني انا من نوع الناس اللي ترى ما اشرب قهوه لما اشرب قهوه اصير اقلق كذا وحالتي هيخفق بسرعه وقلبي وعبد الرحمن الحقني وديني المستشفى قلبي حيخرج من مكانه المهم عشان كذا وديني مطعم ثالث عبد الرحمن والله لا يا شيخ فكرتك روح اقول لك شوف المطاعم قدامك اختار اللي تبغاه يلا يلا اختاروا عيال اختاروا اي شيء بسرعه اختاروا اي مطعم يا جماعه ما ينفع نخليهم قاعدين كيفسي لا اختارهم هنا من ال والله كيفسي قدامك وين كيفسي كيفسي شوفوا يا جماعه ايش الطلب اللي وصل لنا من ستاربكس اوكي طب دقيقه تبي سيارتي انا سمحتي بسم الله هذا شكله كابتشينو فرابتشينو مرتشينو فرابتشينو لذيذة؟ والله مرة حلوة خلاص هذا فطورك واحنا هذا وينك؟ اها كيفسي وصلنا وين سيارة؟ ما في سيارات أميرة صدمت تقول لي هذول كلهم كيفسي أربع السيارات يا جماعة إن شاء الله هذا اللي قدامنا مين أربعة؟ هذول أربعة وهناك في رصة كمان أوه ماي جاد إن شاء الله يا رب اللي قدامنا يكون مرة جعان لا وش كالسيارة الصغيرة طب أيوه والله بليز جيف مي ذا سيم أوردر ذا كار فرونت أوف مي أوردرد ايش كم دفعت؟ 27 27 درهم اتوقع انه شيء كويس هذا الطلب اوكي ثانك يو يلا بسم الله خلونا نشوف بيبسي اتوقع انه وجبه واحده شكلها اي وجبه حق شخص واحد بس اعتقد يكفيهم هم الاثنين اميره هاتي البيبسي ورينا ايش فيه ثلاث صوصات لا سلطه وصوصين ايوه واللي بعده دجاج وبطاطس يلا كلنا نتشارك نقسم الدجاج لأربع أقسام واحدة الله عليك اثنين تفضل فادي تفضل إيلين عبد الرحمن تفضل وش الفقر ده شوف شوف يا عبد الرحمن والله أربع قطع دجاج أربع قطع أي والله كيف حسبوها والله حلو والله رهيب إيش هالصوص والله صوص رهيب الدجاج سبايسي مرة الصوص كمان سبايسي لا لا الصوص مو سبايسي ايش الا والله سبايسي قلت لك والله مره دينامكس. حار شوفوا يا جماعه احلى شيء لما تمسك البطاطس زي كذا شوفي الناس ياكلوا حبه حبه عبد الرحمن ايش هذا اوكي يا جماعه صار الحين وقت الغداء وانا مره جعانه والله انا ميت من الجوع شمس وهذه فاضي قاعده تبكي يا جماعه الحين صار عندنا ما شاء الله منورين ايش النور وال او ماي جاد انا العماد المهم الحين صار وقت الغداء الساعه الحين 5 العصر ايوه الحين نتغدى انا مره ميت ودينا ايش مطعم قلت نغير شويه ونروح هارديز وصلنا هارديز يلا ما في سيارات اصلا ما في نستنى الا ما تجي سياره اخ اخيرا جت سياره يا جماعه دحين راح نمشي وراها
اوكي يا جماعه هذه السياره اللي طالب الاكل وش احس انه طول صح ويطلب ما ادري انا لا والله حاسه انه طلبه صغير اقسم بالله مشكله انه ما نصادف سيارات عائليه كبيره كل السيارات صغيره ما في انا شخص واحد اي ثانك يو ثانك يو والله ذا سيم اوردر اه اوكي ثانك يو ثانك يو يلا يلا ورينا شوف شو متحمسين ايوه متحمسين وين الكميه ما تكفي واحد جد شكله مره هذا شكله لشخص واحد بس اوكي يا جماعه خلونا نشوف اوكي اول شيء عندنا دجاج اوكي الحمد لله اوكي في بطاطس رينجز خلاص خلصنا من هذا الكيس اوكي في اخر شيء اللي هو البرجر خلينا نشوف ايش البرجر برجر لحم برجر لحم اشوف وجبنه ومشر وشكله حار العيش طري 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 على فكرة أنا وأميرة دائما نطلب برجر دجاج نادر ما نطلب لحم صح ولا لا؟ ودائما لما ناكل اللحم نقول احنا ليه ما نطلب لحم؟ ايش اسم البرجر هذا؟ بعرف ايش اسمه والله يجنن حار وبنفس الوقت طري تعرفوا مطاعم البرجر الفخمة اللي تكون فيها برجرات كذا غالية نفس الطعم حتى العيش نفسه زي البان كذا هو نفس الكلام اللي بتقوله يا أميرة بالضبط العيش هو بان بالضبط مخبي لا اعترف بسرعة احنا ما شفنا كيس ايش فيه والله شكله مخبي شاهد ما كيس يدي حوريك ايش مخبي حوريك دقيقة يا انا حسيت انك ما كنت مين حوريكم ايش خبيت ما شاء الله كله هذا لوحده بطاطس ورجعنا لكم وقت العشاء يا جماعة الحين حنروح نتعشى بس أنا جاء على بالي فكرة جديدة يا أميرة إيش؟ إننا نغير من مطاعم وجبات سريعة ونروح كافيتيريا إيه إيش رأيك؟ حلوة فكرة حلوة والله كافيتيريا تعالوا شوفوا كم الساعة شوفوا الساعة 12:30 صباحا يعني صار لنا 12 ساعة برا تخيلوا يا جماعة 12 ساعة لكن خلال هذه 12 ساعة قعدنا نروح مولات ورحنا اماكن كثير وكل هذا الاشياء صورت لكم اياها خلص اشغال اي وكل هذا الاشياء صورت لكم اياها في السناب عشان كذا اذا ما تبعوني في السناب تعالوا شوفوا الكواليس اللي قاعد تصير ورا تصوير الفيديو طبعا احلى شيء في الكافيتيريا هذه انها شغاله 24 ساعه لا ما اعتقد يا اميره انها 24 ساعه بس ان شاء الله ان شاء الله يكون فاتح يا جماعه فادي انت عارف وين احنا رايحين ولا لا ايلين انا نفس الشيء اسمع 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 حنقول له ادينا نفس طلب هذه السياره اوه وين السياره هذه اللي قدامنا هذه السياره لا ايوه اوكي 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 يلا تمام ان شاء الله يفهم علينا العين والله الحمد لله give me same order this car yes same order don't tell us don't tell us just bring the same yeah. exactly we have a challenge here yeah we're doing a challenge yeah. we want the same order same order okay okay thank you okay no no I'm not joking I will pay now no we're not joking حسنا نمزح same don't show me وصل وصل thank you ما شاء الله مضبطين كيسين اوه ماي جاد والله بركة دير والله العشاء حظبطوني اكثر الفطور والغدا ما شاء الله والله هذه كفينا للفطور ثاني يوم ما شاء الله طيب يا جماعة انا والله مرة متحمس صراحة هذا اكبر كمية اذا جمعنا الاكل اكلناه اليوم هذا ما يجي قدام اي والله من جد كيسين يا جماعة كيسين لا وفل اسمع اسمع بعدين اكل الكافيتريات انا صراحة يعجبني اي اكل الكافيتريات ذكرني باللذي مزة ما شاء الله دقيقة واحد ايوه اثنين الله ثلاثة الله دقيقة ما خلصنا أربعة خمسة دقيقة ما خلصنا والله عصير من قليل لي خمسة ستة سندوتشات اوكي الحمد لله يعني امورنا طيبة ان شاء الله دقيقة لسه كمان باقي فيه بطاطس وشكله حراق شكله شيء دجاج لا دقيقة كمان في كمان حقهم جيد وكمان في ثاني اي زيه شكله زيه بالضبط يلا خذوا هذا خلينا نشوف السندوتشات بالايش قلت يا اميره هذا سندوتش دجاج
ايش يسموه هذا؟ شريمب. ناجت ناجت. لا لا ناجت. مش ناجت. ناجت ولا شريمب؟ لا ناجت شكلها. شوفيها مره صغيره. والله ما ادري ذوقك ايش. والله شكلها شريمب، شكلها شريمب. اشوف الثانيه اذا نفسها او لا. ايه هذا ساندويتش شريمب مقلي. شريمب يا حركات يا بركات. بوراتا. الله والله والله. شريمب. لا من جد؟ والله شريمب. وين انا ماني شايف شيء شاطر. اي والله على بالي طماطم ترى. واو حلو. اي مره حلو. هذا يا جماعه يحب الاكل البحري، يحب الاكل البحري، يحب يموت السوشي. وانا اميره ما نقدر حتى نطل فيه وياكل. انا احب السمك بس على فكره ترى الشريمب حلو والله. مو مره اميره صراحه. يلا نشوف. والله شكله كله شريمب. نشوف الثاني. لا لا لا. اي شريمب. اي لا لا. ايش ده؟ هذا كانه خيار جزر مقطع. كانه جزر سندويش مقطع. جزر. لا لا شريمب. ها ها ها. اوه شريمب برضو. حسبي الله عليك. الله يسلط عليك. ما شاء الله هذا. طب غير البيض عيون بيض مخلوط. لا ما شاء الله عندهم كميه يعني خيار كثير. شريمب برضو. شريمب. اي والله شريمب. لا هذا مو شريمب. الا وين شريمب؟ نفس الصوص حقه. لا 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 مو شريمب هذا. اقول لك شريمب. شريمب. الله يقلع ابليسك يا شيخ. باقي ما انا ما احب الشريمب صراحه. افتح هذه وانا افتح هذه. يلا. اه باين نفس الصوت. يا رب يا رب. يا شكله جايب عائلته كلها. وش العائله ذي اللي كلهم ياكلوا زي بعض؟ شريمب. شريمب نفس الشيء. لا خلاص لازم ناكل، لازم ناكل. ايش نسوي؟ ما عندك. وهذا شريمب برضه والله. خلاص انتم عندوا لكم البطاطس. ايش يعني؟ ايش يعني انك تفتح العصير؟ ايش في؟ عصير حفتحه واشرب يعني. رجع العصير في خلاص ارجعوا البيت لوحدكم. ارجعوا البيت لوحدكم. قولي كيف العصير؟ حلو؟ مية مية؟ والله انه طعمه رهيب اقسم بالله. روجي بالله. خليني خليني. روجي بالله. خلاص خلصت التحدي. خلاص الساعة 12 واحدة. لما بكرة الصباح. يلا بكرة فطوركم غداكم سندويشات شريمب. انا الحمد لله. خليني ادوق. خليني ادوق. ما حطبخ شيء. يلا دوق. ما حتوصل الشريمب من البداية. فادي كيف؟ حلو؟ لذيذ؟ مرة حلو. بالعافية. ايش؟ ما عجبني والله مره. والله والله ما احب الشريمب انا خلاص اعتذر. مشكله عبد الرحمن انه كل سندويشات. والله احنا فرحنا شفنا سندويشات. والله انا توقعت انه متنوع يعني. إيه. لا ما شاء الله الكافيتيريا عندهم انواع واشكال. يلا بعلم على الله عليك. بعته؟ الحمد لله. ابغى انام الحين. جيب لك مخده. الساعه 1 يا جماعه. الساعه 1 ابغى انام خلاص. تعبت والله تعبت. مام يا جماعه مستنيني شغل الحين. ايش عندك؟ البيت يا جماعة. والله لسه ما خلصنا شغل البيت هذا، لكن ان شاء الله ان شاء الله الفلوق اللي بعد هذا حيكون هو جولة في بيتنا الجديد. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفلوق. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. اهم شيء كنت تشوفوا هذا الفيديو ما كنتوا مشتركين، اشتركوا في القناة وكمان فعلوا زر الجرس واكتبوا لنا تعليقات حلوة زيكم. كمان لا تنسوا تتابعوني على قناتي الثانية امير ستار. خلونا نوصلها المليون. بس اشوفكم على خير. الفلوق الثاني. باي باي شريمب. باي شريمب بيبل.